السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير تيزات. اليوم الحصة تاعنا وين نتكلموا على رابح ماجر، وين هما كيفاش الإعلام المصري كيفاش تشوفه راه يهدر، بداو يهدروا وين هو قال لهم عليكم باللاعبين المحترفين، بعد ما كان هو هنايا يطيح في ليكيب ناسيونال، كان يعاير في اللعابه وينتقد اللعابه المحترفين المغتربين. هو قال المصاروه قال لهم عليكم باللعابه المحترفين، يجب التنقيب ويجب منا، واللعاب المحترف عنده قوه ذهنيه كبيره، عنده شخصيه، تجي عنده شخصيه كبيره، تجي عنده شخصيه تحدي، تجي عنده هذه ما كنت تعرفها انت يا 2014 2015 16 18 19 20 21 على طايح عليهم، علاه كنت طايح عليهم وتجي تقولنا بلي بالماضي تلميذي وانا استاذ تاعو خلاطر وعجب بغيت نخرج عليك كاع. نسمعو تشو هنا كي يهدر مع البصاروة، انا اللي بغينا نلعبو مع هذا يدخل في كلش، هذا يدخل في كلش. هو صعب، هو نهار اللي الجزائر شو مارادونا قال لك، مارادونا قال لي محرز بيديا قال لك محرز بيحقق الانجاز التاوي. المهم اسمه يدخل، استغل مع المسار. واش قال لهم؟ قال لهم محرز، قال لهم بالماضي التلميذ تاعي وانا استاذه. يا ودي ناشط انت، انت العب عندك، شحال العب عندك كاع، شحال العب عندك، شحال العب عندك، شحال والله بصح شحال تبهدله درت لنا ذاك الماتش تاع فرنسا هذا. مساء الخير كابتن. خير، الجزائر تلعب بكره ان شاء الله. جاهزين؟ ان شاء الله جاهزين، وان شاء الله جاهزين. تحب تقول حاجه لكل الجماهير في الجزائر على مباراه بكره؟ والله لدينا تحريشه. على كل حال احنا ننتظر هذه المباراه ان شاء الله، ننتظر الفوز لمنتخبنا، لان منتخبنا واحد من المرشحين في هذه البطوله الافريقيه، وهذه يعني فرصه كبيره للجيل الحالي من محرز وابراهيمي وبن سبعين ان يكون هذ اللاعبين، هذه فرصه كبيره لتتويج بالكاس الافريقيه. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق غدا لمنتخبنا امام المنتخب. في تدعيم منك بالماضي؟ اكيد. اولا وقبل كل شيء، لما نتكلم على المنتخب الوطني الجزائري، في الفترة الأخيرة كنت مدربا لهذا الفريق وهذا اللاعبين وعملت نتائج طيبة والحمد لله. وثانيا ستا كرو مونتير، انت يا شربات ربعت مقل لك ربعت افريقيا الوسطى، راس الاخضر خسرت مع كاع الديانات، خسرت في السان جويي، خسرت في تشاكر، خسرت في قسنطينة، خسرت في اوروبا، خسرت في الخليج، خسرت كاع. انت ربعت افريقيا الوسطى، انا عقلت ندوه صحابيه قلت لهم نتمنى الشعب يجي بقوه، لان الفرجه مضمونه، زعما كونتر افريقيا الوسطى الفرجه مضمونه. ربحناهم بثلاثه وقال لهم بك شايب باش ربحنا، زعما افريقيا الوسطى صعيبه. قال لك لونترينير تاع افريقيا الوسطى قال لهم بغيت نضحك، قال لهم بغيت نضحك عليه، مي قال لهم بلي افريقيا الوسطى بك شايب باش حلينا السفره تاع افريقيا الوسطى، قال لهم يشوف نضحك عليه. ماضي تلميذي لانه كان في المنتخب كلاء. مرحبا بك. مساء الخير كابتن. مساء الخير، الجزائر تلعب بكره ان شاء الله. جاهزين؟ ان شاء الله جاهزين، وان شاء الله جاهزين للفوز. تحب تقول حاجه لكل الجماهير في الجزائر على مباراه بكره في الاول كده؟ على كل حال احنا ننتظر هذه المباراه ان شاء الله، ننتظر الفوز لمنتخبنا، لان منتخبنا واحد للان غايظاتو، يقول لهم انا كنت مرشح مصر والجزائر جابتها بالحظ، وانا كنت مرشح مصر للان غايظاته. اقسم بالله صعيب 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 صعيب. من المرشحين في هذه البطوله الافريقيه، وهذه يعني فرصه كبيره للجيل الحالي من محرز وابراهيمي وبن سبعين ان يكون هذ اللاعبين، هذه فرصه كبيره لتتويج بالكاس الافريقيه. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق غدا لمنتخبنا امام المنتخب. في تدعيم منك بالماضي؟ اكيد. اولا وقبل كل شيء، لما نتكلم على المنتخب الوطني الجزائري، في الفتره الاخيره كنت مدربا لهذا الفريق وهذا اللاعبين وعملت نتائج طيبه والحمد لله. وثانيا بالماضي تلميذي لانه كان في المنتخب كلاعب، ولهذا اتمنى ان شاء الله بالماضي، واتمنى ايضا للمنتخب الوطني الجزائري الفوز والذهاب
بعيد في هذه البلد. كون خليتها حلوه كون خليتها حلوه كون ما قاعدش تهضر هضره العايه حنا كيما قاعدي هضره شابه تاع نتمنى من بصح خليتها حلوه انت من بعد تنسى قلت لنا بلي انا كنت مرشح مصر تفوز انت قلت لها لايف هضرتها انت ما فهمناكش تايا تروح عند المساروه تقول لهم انا تمنيتكم انتوما تروح عند المغاربه تقول لهم انا تمنيتكم انتوما تروح عند التوانسه تقول لهم تمنيتكم انتوما تروح عند القطريين تنسى تقول لهم تمنيتكم انتوما تدو كاس افريقيا تجي هنا الجزائر تقول لهم لا انا ما هضرتش انا هنا في الجزائر نقول لك اش قال بنا بيسوه اسمي يا ودي اسمك تايا انت وانت انت روح لبورتو بورتو ونساوك بورتو هذا الجيل انت نساوك تجي بورتو في 2004 وقيل ولا 2000 داو مع مورينيو داو فانيك تشامبيونز ليغ كونت ليون كونت مارسي ليون قيل ولا مارسي والله ماني عاقل ديك بارتي تاع بن مريم هذاك اللاعب الجوار تاعنا الجزائري اللي ما بغاش يجي معنا وهردوا له كارير تاعو مع وقيل قيل مارسي وا مع مارسي هردوا له كارير تاعه باش يكون انا انت كي يضربك انت يا بي تلعب بالنادان دون تي هذا انت صايك انت ضروك مين ترى حاجه اشكر برك اشكر جزائر منا نتمنى الفوز ماشي مي تاع عند المصاروه تقول لهم لا كنت باغيكم نتوما يا راه انت راك مهبول يا وراه كلش يتنقل بسرعه تقول صباح الخير قدامنا تكمل صباح الخير تكون الناس قاع سمعتها على الاقل يكونوا سامعينها مليار على الاقل كلمه تقولها عارف روحك شنو تهدر الناس هاي في اليوتيوب الناس هاي بالترول جوجل من طاب طاب يجبدوا لك على خرايبك ما كاش ما عندك وين تهرب وين ما تروح يقلبوك عندك وين تروح هذي احنا ننصحوك انا راني ننصح فيكم كيما نهار بوحني كان هاللي دار بالشيخ في المجلة تاع فرونس ماتكا فرونس فوتبول قالوا لك بالشيخ هضروا عليك والناس روحنا دخلنا جبناها من خمسة انا واحد من الناس جبتها من 75 من 75 طح 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 ما كاش كاع ومن بعد دخلنا للطباسة الماي طق 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 جبدنا طبسي في الطباسة وما كاش تسويتا وين تحس مجلة تاع فرونس فوتبول في الطباسة في الطباسة بعد يقول لك اودي احنا وانتم الشعب راكم تعايرونا مشي نعايروكم احنا باغيين الناس ما تضحكش عليكم باغيين الناس ما تضحكش عليكم خاص ولاو يضحكوا عليكم وليتو تجيبوا لنا الهضره دروك كيما ما جري نسمع في زهايمر ولا ما مريض ما نعرف والله مذهبنا كاع في هذيك الغريزه تاع التكبر هذيك اللي خلاتك تنزل يعني مواطن جزائري يسبك يقول لك تكذب هاو انت لهنا كنت طايح لا لازم لنا اللاعب المحلي ميروات عند المساروه قلت لهم لا تسميكم اللاعب اللاعب محترف لازم تروحوا ديروا التنقيب وتمنى وتكونوا على الاقل 8 ولا 9 لاعبين محترفين باش تكونوا قوه هاو انت لهنا بلادك كنت تظلي تنبح علينا ها اللاعب محلي وانت ما تعرفهمش كاع ها اللعب محلي ها اللعب والله ما تعرفهم كنت تعرف في ذاك الوقت زين الدين فرحات انا عقل 2015 قلت لنا علاش تهضروا تقولوا محرز وانتو ما عندكم زين الدين فرحات انا عاقل عليها ومن بعد الوقت عند المساروه قلت لهم اللي قال لكم لعب محترف اودي اضرب انت هي هاودا بذاتك بغيت تحطمها باش صاي يضرب ذيك النجمه تاعك تنسرت كوب دافريك جبنا محرز غادي يدي الزوجة مية جوار دافريك يدي الزوجة أول لاعب جزائري غادي يدي زوج أول لاعب جزائري غادي يدي زوج ويزيد يدي الثالثة مانيك خاص مكاش كيما هو في لافريك مكاش طفاهم هذوك زوج ماني وصلاح طفاو طفا عليهم الضو هذي باش يكون على بالك هاوتا طايح 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 خشينا ولد عمي لازم تستعرف صايك هذوك الانجازات تاعك راحوا صرتو الى الوليد تزدد ذلك مولات الوذنين
الى الوليد جدر بد مولات الوذنين غير يقعد تتبع تشكر مين يقول لهم احسن اكذب احسن تنجح يقول فريق وطن يقول لهم احسن فلان احسن هذه هي بتعاود تريكيبيلي شويه حروف من اسمك ترد ما ترد جا ترد را ترد ما طا صا فا ترد كيما هكا يعني ترد واحد الحروف من الاسماء تاعك بصح اكذب كلمه احسن باش تنجح.